الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. من القواعد أيضا وهي قاعدة توضح ما مضى وهي طويلة في الألفاظ قليلا لكنها مهمة عند أهل السنة والجماعة، الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الإضافة في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الإضافة بعد لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. هذه القاعدة مبنية على فهمك أنت للاسم المطلق ما هو. متى ما فهمت الاسم المطلق ترك بتفهم القاعدة. اسمعوني أيها الإخوة، ضعوا الأقلام وانتبهوا لي. الاسم المطلق هو الاسم الذي لم يقيد ولم يضف إلى شيء. قولي مثلا يد الله، هذا ما هو باسم مطلق لأنه اسم مضاف. يد المخلوق ليس مطلقا. كيف أجعل اليد اسما مطلقا؟ أن أحذف إضافتها فتكون يد، هذا اسم مطلق. افهموني، اسمعوا، الاسم المطلق لا وجود له في العالم المشاهد بالعين. أتحداك تلقى لي يد إلا وهي مضافة لصاحبها، أو صفة إلا وهي مضافة ومقيدة. لا يوجد من الصفات في عالم المشاهدات إلا المضافات، وأما المطلقات فإنما يرجع وجودها إلى شيء يفرضه الذهن. يقول ابن تيمية: يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. إذن اليد المطلقة غير موجودة، ما في موجود إلا يد محمد ولا يد خالد. الوجه المطلق غير موجود، الاستواء المطلق غير موجود، السمع المطلق، البصر المطلق غير موجود. زي شفته يا خليفة وجه يمشي في الشارع بالحالة؟ تقول وين يا أخي، وين رايح؟ قال والله أنا مليت من البيت، بروح أتمشى شوي وسع خاطري شوي وبعود أرجع، ما أنا مبطي إن شاء الله. زي شفته يا خليفة كذا؟ ما عندكم في الرياض كذا انتوا؟ ما في صفة تنفصل عن موصوفها فتكون مطلقة. ليس في عالم المشاهدات من الصفات إلا المضافات. اتفقنا على هذا؟ طيب، إذا قلت يد الله ويد المخلوق، هل هي مقيدة الآن ولا مضافة؟ أريد أن أقلبها إلى مطلقة، أحذف الاسم الأحسن الله وأحذف اسم المخلوق فتصير يد 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 يد. إذا كانت مطلقة بلفظتين يد ويد، هل تفهم منها أين يد الله وأين يد المخلوق إذا صرت حاذف الإضافة؟ إذن بين اليدين اشتراك في الاسم المطلق. انتبهوا الآن، بين اليدين إيش؟ اشتراك في الاسم المطلق. متى ينتهي هذا الاشتراك في الاسم المطلق؟ إذا أضفت. فالاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم الاشتراك بعد الإضافة. هذا عند من يا جماعة؟ عند المبتدعة نفس القاعدة. المبتدعة الممثلة عندهم نفس القاعدة بعد، بس قالوا الاتفاق بين الصفتين في الاسم الكلي يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتخصيص. فكما أننا قبلنا الاشتراك بين اليدين في الاسم الكلي، فلماذا لا نقبل الاشتراك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص؟ أنتم معي ولا لا؟ أرأيتم؟ قاعدتهم باطلة ونحن قاعدتنا حق، قاعدتنا حق. لماذا؟ لأننا جعلنا الاشتراك بين الصفتين إنما هو في الاسم العام المطلق الكلي فقط الذي هو غير موجود أصلا، وأما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص فإنها انتهت. لو قلت لك الآن سيارة سيارة، تفهم منها شيء؟ لكن لو قلت سيارة وليد وسيارة عادل، طيب، الاتفاق بين السيارتين في الاسم المطلق لا يستلزم اتفاق السيارتين بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الآن لما قلت لك سيارة وسيارة لم يأتي في ذهنك لا سيارة سوداء ولا بيضاء، لا طويلة ولا صغيرة، لا موديل ولا شيء، ما جاء في ذهنك شيء. لكن لما قلت سيارة وليد وسيارة عادل على طول مباشرة ذهنك برمج سيارة ذاك بيضة وسيارة ذا سودة. متى جاء البياض والسواد والتفاصيل؟ بعد الإضافة. أنتم معي في هذا؟ فالمبتدعة يقولون بما أنه هناك اتفاق في الاسم المطلق
فلينجر هذا الاتفاق إلى ما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. قال أهل السنة لا، نحن نقر بأن هناك اتفاق واشتراك في مطلق الوجود أو في مطلق اليد فقط، لكن بعد الإضافة والتقييد والتخصيص إلى الله أو إلى المخلوق انتهى، فليس كمثل الله شيء. إذن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله في الاسم الكلي ولا بعد الإضافة والتقييد؟ فالتمثيل الذي يحاربه أهل السنة ليس هو التمثيل في ليس هو المماثلة في الاسم الكلي، وإنما هو المماثلة بعد الإضافة والتقييد والتخصيص.